انا كأم الامومه بتلبس بزاف د الحوايج فيا. الامومه رجعتني واحد الشخص حساس، رجعتني واحد الشخص قوي او ميم طون. فانايا يعني باي حاجه اللي غتقيس بنتي تقيسني انا وما تقيسش بنتي. يعني واحد الاحساس جديد بالنسبه لي، الحب من نوع جديد. بنتي هي حياتي، وقتي كله كنبغي نعطيه ليها، نبغيها نتكلف بيها بأي حاجة بغاتها. أنا اللي ندوش ليها، أنا اللي نلبسها، أنا اللي نخرجها، أنا اللي نشيلها شنو بغات. وما زوينة، ما تتمنى من الله ما يحرم منها حتى شي مرة. عارفة راسها أن عندها جوج ديال يعني حياتي أنا وحياة ليه، جوج بلايص. عارفة شكون اللي كاين لهي، عارفة شكون اللي كاين هنا. اللي زوين في الأمر هو من بعد كتجي المغرب تعلمت تهضر العربية. هي بنتي مازال ما عندهاش 3 سنين، قريبة دير 3 سنين، بس كتهضر بالعربية، كتعرف العائلة، كتعرف هذه عائلة ماماها، هذه عائلة باباها. يعني الحوايج اللي بغيتها أنا تعرفهم بدات كتعرفهم بعد المجية ديالها هذا الوقت بالضبط في هاد السن المغرب. الا بغات، الا هي كيعجبها المسرح وكيعجبها التمثيل، ما غادي تلقى مني انا غير تشجيع.